bunyi. Tak dengar, tak dengar. Kalau saya dengar tak? Dengar tak? Dengar, tak dengar. Bunyi jauh. Halo, coba. Kira. Sudah nak baca surah apa? Sudah. Halo, coba. Surah Yunus tak? Yunus? Okey, silakan. Muka surat 214. Ayat 44. 214 ayat 44. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Inna ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إلا
ساعه من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون Kita lagi coba sesuai lagu Ros balik Zat eh? وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وهم لا يظلمون فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا أثم إذا ما وقع آمنتم به أثم لا وقع آمنتم به أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون وقد كنتم به تستعجلون الآن وقد كنتم به تستعجلون
قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. صدق الله العظيم. سلام زمزم. مسرع مبلغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يؤمر. والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يغفر بها إلا الفاسقون.
أو كلما أو كلما أهدوا أهدا نصوص في عين أهدوا عين كده بس أو كلما أهدوا بس masuk hidung gitu masuk awa kullama ahadu ahdam masuk lain awa kullama ahadu ahadu ini secara kehari ahadu ahdam masuk lain أو كلما أهدوا أهدا أو كلما أهدوا أهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله سيم رسول من عند ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Ummi Salma, Salma. Baca teranu malam ni. Sebab sore, sebab teranu tersemangat. Sore lagi. Baca teranu ni. Baca belagu. Ayat 15. 15. Sama. 15. Surah ke apa? Ya. Ayat 15 surah apa? Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah surah. Sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس قل إن كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس قل إن كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين
Zalim itu supaya tidak jadi fitnah. Kita nak dia hakak buka ni sempurna. Allahu alimun bilzalimin. Itu jadi fitnah, tak sedah tu kita buat alai. Jadi hak ni kafilah lah. Kalau tidak jadi panjang. Wala tajidan لهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشرفوا ولا تجدنهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وَمَا بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ Bolehlah habis minggu panjang lah kan. Kalau
Kulirang. Wallahu basirun bima ya'malun. Ramah wa'adah. Daripada apa sampai ke rilis. Ayah lagi. Wallahu basirun bima ya'malun. Wallahu basirun bima ya'malun. Bima ya'malun. Wallahu basirun bima ya'malun. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi. قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن Oh!
وما يكفر بها إلا الفاسقون. وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا soalan berkenaan dengan cara dakwah. Apa soalan dia? Dari segi makna apa? Kalau nak berhenti, biasa main tembok je berhenti. Kena tegur tak umur. Dia terbaik. Tapi bukan benda wajib. Antara ciri percaya baik ialah disamakan. Ianya tak apa. Dua-dua, nenek, semak lah. Dia panggil Mahathah kan? Mahathah? Ha. Mahathah dari segi lagu. Ha. Mahathah dari segi lagu ni, kena biar seimbang lah. Contohnya. Walamma. Tinggi lah. Walamma ya'malun. Bahawa dia tidak sundai. Kalau tidak. Walamma ya'malun. Biasa.
itu seimbang. Maksudnya suara lah. Suara suara tinggi, suara rendah dia seimbang. Sila, Ustaz. Sama baca surah. Surah 359, Ustaz. 359. Nak habis surah, masuk surah Furqan tadi tak? Ha, Furqan. 359. Muka surah 359. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه قال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له كنز أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا صعبه بجل حفظ ويجعل لك قصورا جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إيه سيلا مسلينا
Surat berapa? 19. 19 sila. Bismillahirrahmanirrahim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ma lak boleh habis kala tak panjang pun tu cuba sikit cuba baca sekali lagi try wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Ha, nafas ni kena latih eh. Bagi panjang kena latih, kalau biar aja tak panjang. Teruskan. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي يوما لا يعلم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين الطائفين والعاكفين والركع السجود
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ارْزُقْ أَهْلَهُ Ambil ni waqaf tidak ada faham bahasa Arab tak faham ارْزُقْ أَهْلَهُ وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره تعني استطالة ثم أض بني كما ثم أض أضطر ثم أضطره إلى عذاب النار. Jangan jadi macam sakitah pula, lambat, cepatlah. ثم أضطره cepat sekilah. ثم أضطره إلى عذاب النار. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِلَى مُسْتَقِيمٍ أَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ Surat apa mustahku? Mustahki duduk mana tu? Duduk di Tameh mana? Gendak lah ya. Ada apa? Kita Ustaz? Ha. Duduk mana tu? Kita duduk luar. Oh, luar. Di... Lain kuat sikit lain luar. Boleh lah. Okey, silakan. Surat apa? Surat 18. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أنا أستعوان تتعني على بمن محطة ورد على بتبوني بها صدق الله العظيم. سلا نجم الدين لاس موقع 13 tak 13 silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. يعود موجود على استبداد القلقلة موجود والعدوان. يعود. jangan mulut jangan mak jangan muncung ketika mati القلقلة. عود و. عود. عود و. عدوان. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ
يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخاف. طيب شوف استنى هذا مسألة لاين سكيب. خيره. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا. لا أولئك الذين اشتروا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إن شاء الله علم علم سنين ما نسمع السرح إن شاء الله مسرح.